أخبار اليوم. صحفي الأستاذ أحمد يوسف، مرحب بك معنا في بوابة أخبار اليوم. أهلا وسهلا، بنبارك لك النهاردة على جائزة الحوار الصحفي، وعايزين نعرف شعورك إيه في الجائزة، جائزة مصطفى وعلي أمين. ربنا يبارك فيكم اولا، ودي شعور كبير جدا، دي جايزه عالم من اعلام الصحافه المصريه واحد مؤسسيها الاخوين مصطفى وعلي امين. جايزه بقدر الاسمين الكبار، جايزه مش مصريه بس، هي عربيه وتتصنف من اكبر جايزه مصريه ومن اكبر الجوائز العربيه. انا مبسوط، الجايزه بعتبرها لجيل كبير من الشباب، جيلنا اللي بسميهم دايما القابضون على جمر المهنه، اللي بيتمسكوا بالمهنيه، الجيل اللي بيتعب عشان يوصل لانفراد او حوار او شغل مميز. الحوار الصحفي، الحوار كان عن ايه حضرتك؟ هو كانت سلسله حوارات عن الازمه اليمنيه وتطوراتها، كان مع رئيس اليمن الاسبق علي ناصر محمد، ومبعوث الامم المتحده للازمه، وكان مبعوث الرئيس اليمني اللي جه القاهره، وكان كمان الوفود اللي تفاوضت في جنيف والوفود اللي تفاوضت في الرياض، بجانب كان في كمان حوارين مع وزير الخارجيه ووزير النقل والسفير في القاهره. وانت بتعد الحوارات دي كان قلبك حاسس ان انت هتاخد جايزه؟ لا، انا كان كل همي اني يعني انا كنت قادم يمكن لجريده الاخبار السنه دي، اول سنه في الاخبار بلتحق بيها، اللي هو اثبات الذات وان اعمل شغل مميز يليق باسم الجورنال الكبير اللي انا بشتغل بيه وبيمثلني كشغل شخصي لاسم الصحفي. فالحمد لله كنا على الوعد وفي الميعاد كويس جدا، وعملنا انفرادات كثيره، كان اغلب الحوارات نفسها انفرادات، والحمد لله ثبتت نفسها، وكانت حتى لجان التحكيم كلهم اثنوا على الحوارات وقالوا ان هي كانت الحسم كان بالاجماع ومش بالاغلبيه، كان التصويت بالاجماع للحوار. صحفي شاب، بتقول ايه للشباب اللي في سنك؟ اقول اتمسكوا بمهنتنا، اتمسكوا بالحياديه، بالصحافه الصح، اتعبوا بمجهود، عايزين كلنا يعني ناسس او نحافظ على الصحافه الصح، وما ننسقش ورا المهترات اللي بتحصل في الاعلام، نتمسك بالمهنيه والحياديه ونعمل شغلنا على افضل وجه، ودي رساله لينا ولكل الشباب بنبني بيها مجتمعنا، ورساله لكل، احنا بسميها نواب عموما عن الراي العام، او احنا نواب عن الشعب المصري في ان احنا نوصل له المعلومه. تهدي الجايزه بهديها لكل زمايلي، لشباب الصحافه المصريه كلهم، لكل زمايلي واصحابي واصدقائي من مؤسسه اخبار اليوم، وكل شيء عايز تهدي فعلا انا لو هديها لحد فهديها للاساتذه اللي ساعدوني في المهنه، وههديها برضه في اولا واخيرا لوالدي. مبروك يا رب دايما بالتوفيق. كنت سعيد جدا. شكرا.